بحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وفخامة الرئيس بيترو بوروشينكو رئيس جمهورية أوكرانيا الصديقة، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، تم بقصر بيان ظهر اليوم التوقيع على اتفاقية بين دولة الكويت وجمهورية أوكرانيا، وهي كما يلي: اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا بشأن التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى، وقعها عن حكومة دولة الكويت معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، وعن حكومة أوكرانيا وزير الدفاع ستيبان بولتوراك. مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا للتعاون في مجال الشباب والتربية البدنية والرياضة، وقعها عن حكومة دولة الكويت وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد نصر رودان، وعن حكومة أوكرانيا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية والتجارة ستيبان كوبيف. مذكرة تفاهم للتعاون العلمي بين معهد الكويت للأبحاث العلمية والأكاديمية الوطنية للعلوم في جمهورية أوكرانيا، وقعها عن معهد الكويت للأبحاث العلمية مدير عام المعهد الدكتورة سميرة أحمد السيد عمر، وعن الأكاديمية الوطنية للعلوم في جمهورية أوكرانيا السفير المفوض فوق العادة سفير جمهورية أوكرانيا لدى دولة الكويت الدكتور فلاديمير توركاش.